السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله نسيبكم بخير يا ربي. رايحين نبداو النهار اليوم وصفة سهلة اقتصادية وكامل طلبتوها مني. بسم الله، عندي 3 حبات تاع البيض، درجة حرارة الغرفة يعني حجم يكون كبير. هنا حطيت 3 حبات. عندي كاس تاع السكر العادي، هكذا نحط السكر العادي هنايا ونبداو نخفقو في البيض مع السكر حتى نحسو يعني القوام تاع البيض الضعف حجمه. يعني من أسرار نجاح هذه الوصفة نبقاو نخلطو. اللي ما عندهاش الباتوغ تقدر تخلط يعني بالفوي حتى تحس باللي السكر ذاب وبيض لها الخليط، يعني تخلط بالفوي عادي ولا بفرشيطة ولا حتى تشوف القوام تاع البيض ضعف. واللي عندها البيضخان تقدر تدير فيه. فوالا هاوليك قوام البيض هنا كيتضاعف. رايحه نعمر كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي عملت به السكر نعمل به الزيت ونبدا نضيف هنا في الزيت بلاقل بلاقل. هاي ليك الكاس تاع الزيت، نبدا نحط، ما تضيفوهش مره واحده راح يخسر لكم القوام تاع البيض يعني والهواء كامل اللي دخلتوه في البيض. هلا هكا نبقاو نضيفو فيه حتى يخلص. هاد الكاس يرفد 220 مليلتر، يعني خدمو بأي كاس يكون عندكم. نبقاو هنا نخفقو فيه حتى نكملو الكاس الأولاني تاع الزيت، ما تضيفوهش مرة واحدة، ضيفوه بلاقل بلاقل. كل واحدة طلبت مني هاد الوصفة نقولها إن شاء الله تعجبك نهار اليوم وتجربيها. هنا خلاص كنت ضفت الكاس كامل، رايحه نزيد نص كاس. الحين تقولوا لي بزاف الزيت، نقول لكم هذه هي الوصفه، وصفه تاع زمان هذه كنا نديروها انا ملي يعني وقت كنت درت ستاج وتعلمتها تفكرتها قلت نديرها لكم باذن الله. هنا خلاص كملت كاس ونص، كي كملت الكاس ونص تاع الزيت نزيد نخلطهم غير شويه ونحي الباتور. هنا الدور تاع الباتور يعني يكون خلاص. نحط مغرف كبيره معمره تاع لافاني، يعني ماشي صغيره، كبيره تاع العشاء. 4 مغرف تاع الملح، ما ديروش الملح قرصه كيما اللي صابلي، ديروا 4 مغرف. عندي الكاس الاولاني تاع النشا يعني المايزينا نشا الذره، نفس الكاس اللي خلطت به نزيدو يعني نكملو به كامل المقادير الجافه اللي بقاو لنا. هذا الكاس الثاني، نخلطو هاد النشا مع البيض والسكر والمقادير اللي ضفناهم حتى نحسو يعني هاد النشا كامل خلاص تخلط مليح. هنا يعني ماشي القوام كيما لا جينواز، خلطو عادي يعني باي طريقه حتى تشوفو هذيك النشا كامل دخلت في لاباط. كي نحسو هذيك النشا يعني كامل دخلت في لاباط رايحه نكمل بنفس الكاس، نعبر كاس تاع فارينا، اكيد الفارينا تكون مغربله. دخلت النشا هذه كامل، نحط الكاس الاولاني تاع الفارينا، نزيد نخلطو يعني كيما المقادير كامل. اختاروا نوعيه تاع فارينا تكون يعني شابه هكا باش تعطيكم كاطو يكون شباب. هذيك تاع الكيلو يعني تاع الشكاره ما ديرش الحلوى شابه، ولا كل اختها ماشي شابه ثاني وماشي خفيفه. نخلوها هذيك يعني للعجين. دخلت الكاس الاولاني راح نضيف الكاس الثاني، نزيد نخلطو ثاني بنفس الطريقه. حتى نزيد نحس ثاني يعني هذا الكاس خلاص. نضيف الكاس الثالث، الكاس الثالث يعني نبقى نضيف فيه بلاقل ونخلط عادي حتى نكملو على مرة واحدة. يعني تعتبر مقاديرها مضبوطة، حطوا 3 كيسان تاع فارينا مع 2 كيسان تاع مايزينا، نزيد نخلطها ونكمل هاد شوية اللي بقات لي. خلاص يعتبر الوصفة واجدة.
خلطتهم كامل. هنا عندي يعني الوصفة تكون واجدة ومعها يعني هاد لابوش معها لادويل داخل، لادوي العادية اللي مالفين نزينو بها يعني الباتيسري، حاجة اي حاجة نزينو بها اللي تجي مترتفة العادية هاي اللي قدامكم. رايحة نبدأ نحط هنا اشكال، نظن الوصفة هنا راهي وضحت لكم شنو هي. انا عطيتكم زوج طرق يعني باش تشكلوا الوصفة، عطيت لكم يعني بلا بوش، وزوك نزيد لكم طريقة واحدة اخرى اللي ما عندهاش هكا بهالطريقة. عملوا الشكل اللي تحبوه واللي يناسبكم، اعطيت لكم عدة اشكال ولكم الاختيار. هلا بهذه الطريقة نعمروا كامل السنيوة ونحطوها يعني في الفرن على درجة حرارة 180. وهنا زدرت لكم اشكال واحدة اخرين اسهل يعني احسن من لابوشادوي، خدموا بهذا اللمبوط اللي كنا زمان نديرو فيه حلوة اللمبوط، اسهل يعني شوفوا الطريقة تاع التشكيل شحال تكون سهلة والشكل يجي احسن. فقط هنا حبيباتي اسمحوا لي نستسمح منكم، خلوا لاباط قبل ما تشكلوها تريح ساعة حتى لساعة ونص. هذه كنت نسيتها معليش، انا يعني فكرتكم نزيد نعاود لكم. بعد ما تضيفوا لها الفارينة غطوها وخلوها تريح ساعة ونص، هذا من اسرار نجاح هذا الوصفة. يعني بعد الساعة ونص ابدأوا تخدموا بها، راح تعطيكم نتيجة اكثر من رائعة. صدقوني يعني يتبدل كامل القوام تاعها، تخلوها ساعة ونص تتشرب كامل المادة الدهنية اللي فيها وتولينا يعني هايلة، ممكن تشكلوها تجيكم سهلة. هنا بنفس الطريقة كنت شكلت عدة اشكال، رايحة نحطهم ثاني في الفور على 180 درجة حتى يعني نحسهم تحمروا من تحت، ونزيد نشعل لهم الفوق كيف كيف، ويكونوا ان شاء الله واجدين. وصفتنا يعني هي بانت لكم، قدرت لي بتي فوق لي بزاف بزاف، خليتوا لي تعليقات وقلتوا لي ديريهم هنا يا ام رشيد يكونوا ناجحين، وصفه تكون شابه وناجحه. نقول لكم جربوا هذه صدقوني البنه كيما تعبر ولا احسن منهم، قوامهم رائع صدقوني يعني عن تجربه. اتمنى ان شاء الله تجربوهم. هنا كي طابوا ها ملي تشوفوا القوام تاعهم يعني يكبر اكيد، وما فيهمش الخميره بصح كي دخلنا الهواء يعني كامل دخلنا ديك الكميه تاع الهواء في البيض، راح تمدنا نتيجه احسن من الخميره تاع الكاطو. الحين تتحيروا تقولوا لي كيفاش ما فيهمش خميره الكاطو، نقول لكم ما فيهمش، وهذا هو من اسرار نجاح تاعهم. هنا عندي كميه تاع معجون رايحه نلصقهم هكذا، اللي ما عندهاش معجون تلصق بالشوكولا بلا جولي، تلصق باي حاجه كانت عندها هكذا، لصقوهم وحده مع وحده، خلوهم يتحمروا مليح من تحت ومن فوق باش يعطولكم هذيك البنه. انا هنا محمرين فقط في التصوير على بالكم يعني ما يبانوش مليح. هذا الشكل اللي كنا درناه، كنا درنا عده اشكال. وهنا عندي شويه شوكولا، انا ما نكذبش عليكم اللي بتي فوق نحبهم بالشوكولا نواغ، ما نحبهمش بالشوكولا تاع الحليب، وكل وحده دير اللي تحب. نغطسوهم اكيد نص بهالطريقه ونحطوهم حتى ينشفوا، زينوهم كيما تحبوا. نتمنى ان شاء الله تجربوهم يعني كل وحده ان شاء الله تجربهم، تخلي لي تعليق تقول لي بلي راني جربتهم. صدقوني كي تنجحوا في الوصفات والله نفرح كيما تفرحون نتوما ولا اكثر. هذا القوام اللي كنا درناه على شكل زهره، بزاف الناس يحبوا هذه الوصفه ويقولوا ما تجيناش كيما تعبر. انا نقول لكم صدقوني بهذه الوصفه تجيكم احسن. هما يخدموها بواحد الزبده يعني تاع الكيلو تجي في الكرتونه ماشي بنينه، يعني هي اللي تعطي لها هذاك الذوق، يعني عندها واحد الذوق هكا واحد الريحه غريبه. نقول لكم جربوهم بهالطريقه صدقوني حين يجوكم ولا اروع. كثروا برك فقط كميه على فاني، هما يكثروا لافاني باش يعني تمد هذيك الريحه مع هذيك الزبده. انا نقول لكم ديروهم بالزيت وكثروا لهم لافاني يجو روعة. الشكل تاعهم بعد ما نشفوا رايحة نقسم لكم باش تشوفوهم، قوامهم رائع يجو يذوبوا في الفم. هذيك البنة اللي مولفين تحت لا شوفوا كيفاش دايرين، غير تقسموهم بلا خميرة الكاطو ويجو روعة. يعني كي نطلعوا البيض بهذيك الطريقة يمدلنا نتيجة روعة. انا كنت يعني هنايا
فتتها لكم باش تشوفوها مليح مع الذوق تاع الشوكولا. واش نقول لكم، بنه جربوهم حبيباتي. نتلاقى بكم في فيديو واحد اخر. هيا ما تنساوليش الجام، تقعدوش تقراو في التعليقات كيما ما فوق لكم وتخلوا الجام. اطلعي حطي لي جام في ميزان حسناتك ان شاء الله. السلام عليكم حبيباتي، ملاقات الخير. جربوا الوصفة ورجعوا لي الخبر.